احنا موجودين في منطقة بلاد الروحة. بلاد الروحة منطقة مساحتها 220 كيلومتر مربع، زاويتها الشرقية الجنوبية اللاجون، زاويتها الجنوبية الغربية غابة كركور، مع خط باتجاه الشمال اتجاه الفريديس، اتجاه الشرق على امتداد وادي الملح حتى المنصورة يعني يكنعم اليوم، وتتوصل للجون. كل هاي المنطقة اسمها بلاد الروحة. كان فيها 32 قرية قبل عام 48، بعضها هجر قبل 48 وبعدها هجر بعد، يعني مثلا الجعارة قبل 48 هجرت. ليه؟ كركور في عندنا 28 قرية هجرت قبل 48. ليه؟ هذا سؤال بس بشرحه الآن. وبعضها هجر بال 48. خبيزي هي بالضبط منطقة وسط الروح، حدودها احنا ملاحظين هاي المنطقة اللي قبالنا اسمها جبال الخطاف، يعني جبال ام الفحم اللي شايفين السلسلة الجبلية اللي هي الشق الجنوبي لوادي عارة. الشق الشمالي هو روحة، يعني وادي عارة بيفصل بين جبال الخطاف اللي جبال ام الفحم ومنطقة الروحة. فمن 32 قرية تبقى 5 قرى اللي هي كفر قرع، معاوية، شرفة، مصمص، وعارة. هذه الخمس قرى البياضة، البياضة هي جزء من مشرفة. هذه القرى اللي بقيت من وادي عارة وما تبقى تم تهجيره. خبيزي وأربع قرى مجاورة هجرت في 12/5/48، 12/5 بسبب عملية قادتها قوات الإيتسل. الإيتسل طلعوا من شوني، والقوات طلعت من شوني احتلت بريكي، صبرين، خبيزي، سندياني، ومشوف نفس اليوم. صبرين البلد الوحيد اللي كان فيها قتال على يعني دام يوم ونص تقريبا، وباقي القرى احتلالها جرى في نفس اليوم تقريبا. طبعا صبرين هي اكبر بلد في الروحة، كان 2000 نسمة فيها، وخبيزي فيها كان فيها 350 نسمة حسب إحصاء عام 47. الآن بحدها من الجنوب كفر قرع وكنير والمراح. المراح إحدى القرى اللي هجرت قبل 48 برضو. و من الجنوب الغربي أم الشوف بهذا الاتجاه، أقرب بلد هنا تقريبا 3 كيلومتر اتجاه الغرب، صبرين، السندياني، بريكي، بعدين الزرغنية وحديدون وكل المنطقة. بهذا الاتجاه عندنا هاي جبال الهيتري بسموها، هون دالة الروحة، الريحانية، كفرين، وننزل على كيري وقمون والمنصورة واللجون والمنسي والنغنغية وما حولها. هذه هي القرى اللي كانت موجودة في منطقة الروحة. احنا بمركز الروحة تماما. انتم ملاحظين بتشوفوا من هنا جبال الكرمل. طبعا في كثير ناس في قرى الكرمل بيعدوها من الروحة وهي مش من الروحة، يعني من الزينات بيعدوها من الروحة، هي من الكرمل، اجزم من الكرمل، عين غزال من الكرمل، مش من الروحة. ففي خلط في الامور. الروحة اللي هي جنوب وادي الملح، جنوب الطريق. المصطلح نفسه ايش كان يعني؟ يعني المصطلح في الكتب القديمة كتب على شكلين، الروحة مع تاء مربوطة والروحاء. بس بلاد الروحاء يعني بلاد الرائحة الطيبة، والروحة يعني تقدر تكون اسم مرة من الفعل راحة، بين راحة وجاء، على اعتبار انها المنطقة هذه كانت عزب للقرى الكبيرة، كانوا يأتون هنا. بعدين مع الوقت بدأت تتكون قرى دائمة. يعني هذا بدأ في منتصف القرن التاسع عشر، رغم انه في قرى اقدم من هيك بكثير في الروحة. يعني مثلا خبيزي قرية حديثة نسبيا، ولكن المشروف قرية ذكرت في الفترة الايوبية. السندياني، صبارين قرية حديثة، كفر قرع قرية حديثة، عارة قرية طول الوقت موجودة. الكفرين قرية حديثة نسبيا. حديثة يعني بنحكي على 200 سنة، 200 بالضبط. نعم هاي فترة الاستيطان اللي بدوا ينزلوا من الجبال، ينزلوا على المناطق المستوية أكثر، كانوا يستعملوها مراعي، بعدين زراعة، بعدين تطورت لأماكن سكن دائمي.
هذا ما بعنيش انه في مناطق كان فيها سكن طول الوقت، السندياني كان فيها سكن طول الوقت، المشوب كان فيها سكن طول الوقت. خبيزي يعني ابعد الاحتمالات لتاسيسها 250 سنه. بس خبيزي مع المشوب. لا المشوب كانت هذا في الباك، يعني كانت موجود فيها ناس، بعدين هدمت مع مجيء نابليون، وبعدها استوطنت من يعني الناس اللي كانوا سكان في 48 هم نفس الاصول. نفس الاصول يعني صبح وصباح وصليت يعني مزبوط صحيح طيب يلا تفضل. احنا طبعا احنا في الزاويه الشرقيه للبلد، يعني البلد هون من هون كان بعض ال وين ابو محمد احكي على مبنى البلد. هاي البيادر هون البيادر هاي المقبره نعم البلد بتبدا هون وين المقبره وراها من البلد هناك تبدا من هون مع الشارع ولا جوا اربط النكمه لا هون كان بس بستان مزبوط هون عماير عماير بستان نعم هسه بالنسبه للابار برضو مليح تاكد بير محمد الابار عندنا العين الغربيه عندنا بير محمد هون خط واحد عندنا النزازات عندنا بير ابو حجوه عندنا عين العرايس عندنا عين العسل عندنا الوادي الشمالي عندنا نبعه الشيخ احمد عندنا يا نبيع كثير هون يعني عين العرايس وعين العسل مشهورات يعني ابو محمد انت من مواليد اي سنه انا 40 38 39 يعني هيك بس انا مسجل على الهويه 40 يعني لما يعني بين ال 10 سنين وال 7 سنين اسمع اللي تسمع بين 10 سنين ايش متذكر من هذيك الايام انا بتذكرها كلها يعني نعم انا بعد دورها كلها وبعد اصحابها لليوم احكي لنا شوي عن ايش من ذاكرتك ذاكرتي انه بكى عندنا مثلا ام هي خبيزي عائله دار سليط بكى عندنا خليل البكاوي وعلي البكاوي وابراهيم البكاوي وبكى عندنا دريس الحبيطي من ام الفحم بكى عندنا فارس النجار حمارشي من يعبد بكى عندنا محمود العيسى جربان من رماني بكى عندنا القصير وجابر وحسين البطيخ ودار البدري هذول بيقولوا انه من باكا الشرقيه بس كنا يعني عشنا مع بعض على اساس اهل وظلينا اليوم متواصلين معاهم يعني قديش عدد سكانها كان؟ كان بين 350 400 350 طيب اللي حدثوك كيف تم تهجير هاي القريه؟ تم تهجيرها ظلينا احنا اطلعونا الاولاد والنسوان قعدنا في ظهر المالح طريق يعبد عند يعبد وظلوا الزلام هون نسوان كبار لحد ما وقعت كفر كرع لما راحت كفر كرع طلعوا من هون ظلوا لاخر مرحله لما خربت كفر كرع ما شفناهم الا جايين علينا اجوا علينا على ظهر المالح كري من كرة يعبد وهناك بعدها احنا انتكلنا بك الطرش معنا كل شيء انتكلنا على كري اسمها كثيرت ومن بعد كثيرت باعوا الطرش وإشي كانوا من ندور احنا نسجن غنم وبكر عسى نزلوها على طول كريم وباعوها تكلوا على يعبد انا وابوي وامي واختي اربعه ضشلنا باقي الاهل وجينا عم الفحم على اساس انه كان المثلث بده يسلم ومحتمل نرجع على خبيزي وجينا وقعدنا بام الفحم لحد اليوم يعني احنا اهل خبيزي بجوز 10 في الـ1000 اللي موجودين هون في الداخل احنا موجودين في باكا الشرقيه في يعبد في طول كرم في نزله الوسطى في جنين في مخيم جنين بالفارعة بطباس برام الله بالأردن في العمان في الزركة في الصيفي في إربد في الأغوار في سوريا وفي قسم كبير برضه في ألمانيا الغربية كيف شعورك اليوم والله شعور اليوم أنا هسه شايف بلدنا كيف بكت بتخيل أصحابها قدامي تخيل دورها تخيل واحد كلما تعود إلى هنا تبكي لماذا؟ أبكي على الزمان اللي راح وزعنا بجميع البلاد بس بقول الحمد لله وميت الحمد لله ولازم الخمس أوقات أبوس الأرض اللي بكيت على هاي الأرض ورجيت على هاي الأرض ما طلعتش لا على سوريا ولا على لبنان ولا على مصر ولا على مصر
الحمد لله. فكت من أهلي 400 في 48، اليوم ما يقارب 500 أو 600. الكيت أهلي بأم الفحم 50,000، وأهلي في الداخل الفلسطيني 1,300,000 فلسطيني، هذول أهلي وأنا أهلهم. والحمد لله، ثم الحمد لله اللي بكينا على هاي الأرض، نعمة من الله. وإن شاء الله بنعود، ما عودناش إحنا أولادنا، أولادي أولادنا بدهم يعودوا. تؤمن بالعودة؟ بأمن، فيش إشي بعيد على الله. يا ما ناس راحت، يا ما سلاطين نزلت عن كراسيها، يا ما أمم راحت وتغيرت. شو الرسالة اللي بتحملها لأولادك وللأجيال الجميع؟ أنا بحملهم رسالة إنه الوطن ما ينسوش ولا بلوى. وبناشد كل فلسطيني في العالم كلياته وين ما كان، إنه إذا بيسألوه أول إشي أنا فلسطيني، أنا من أم الفحم، أنا من خبيزي، أنا من السندياني، أنا من صبرين، أنا من عارة، أنا من عرعرة، من اللد، من الرملة، من دير حنة، من شعب، من شفعمر، من طمرة، من جميع البلاد. أول إشي بلده يشرحها. شفانا مخيمات، والله كل يوم صرنا نسمع اسم مخيم جديد هاي في لبنان، بناشد الدول العربية، حرام عليهم. إحنا لا منا توطين ولا منا وطن بديل. أمريكا والله أقسم بالله، أقسم بالله أمريكا ما بقبلها، بتشو الصبر من هون ولا بحبة تراب من هون. اللي كانت على جماجي من الناس أمريكا، أم الديمقراطية وأم شرق أوسط جديد بدها تعمل لنا. ربنا بغير بغير. تفضلوا. ايش ابو محمد؟ في بيادر. هاي البيادر الرئيسية. يعني البيدر في القرى أكثر ما يولي. محمد محسن بيسألني عن الأولاد. يعني في أولاد ثانوية كانوا يشتركوا بالجولات اللي بنعملها، لما تقول لهم كلمة بيدر لا تعني لهم شيء. لا تعني شيء، لا يعرفون. بيعرفوا في مناطق في البلاد اسمها بيادر، بس بيعرفوش ليش سموها بيادر. البيدر كان أهم منطقة جماهيرية في القرية الفلسطينية. عليه الأفراح، عليه الأطراح، موسم الدراس اللي هي كان عمليا الحصيدة كانت تبدأ بشهر نهاية 5 أول 6، تقول شهر 6. طبعا بداية كانوا يجيبوا كرسني، يعني على سبيل المثال يومة موقعة صبرين، يوم سقوط صبرين والسندياني وخبيزي 12/5 كان يوم ندى. هسا الفلاحين في أيام الندى لأنه في حم بعدين بيطلعوا بدري، لحقوا يجيبوا الكرسني أهل صبرين ويحطوها على البيادر. وهناك من الناس اللي جابوا الكرسني كانوا أول 5 شهداء، لحقوا يجيبوا الكرسني ويحطوها على البيادر. فالموقع كانت على البيادر صبرين. فالبيدر كان شيء مهم. كانوا ال- 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 الاجتماعات العامة، السهرات والسمر والأعراس والدبكة والأحزان أخرى والأحزان والأطراح. نعم، هذا البيدر كان هو عمليا قاعة الأفراح أو قاعة الاجتماعات أو قاعة المناسبات في كل قرية وقرية. وعادة الناس كانوا يوظبوا المناسبات هاي، مناسبات الأفراح، لموسم الحصاد. من جهة بيقدروا يدفعوا بعد ما يدرسوا، لأنه بيبيعوا القمح والشعير والكرسن وبيدفعوا. ومن جهة ثانية الناس بتكونوا مجتمعين، بيستغلوا الاجتماعات. والبيادر كانت مرتبطة في التاريخ الفلسطيني بعدة، يعني مثلا مجرى الدبوري حصد عبيدر، فينجت عمل ما يسمى السرايا الليلية. فينجت اللي على اسمه المعهد هو ضابط انجليزي غير يهودي ولكنه مؤمن بالصهيونية. نعم، فهو عمل سرايا ليلية وهاجم في كفر قرع في بلد اسمه ظهرة عيد غربي كفر قرع، هجرت في 39. وأيضا هاجم الناس على بيادر دبوري واستشهد 11 واحد. البيدر برضه مقترن بذلك. وفي شمال فلسطين اسمه بيدر، في جنوب فلسطين في مناطق كانوا يسموه جرون. فمثلا في عاقر وكذا في المناطق الجنوبية، قضاء الرملة جنوبا، قضاء غزة، فكانوا يسموا في بعض الحالات يسموا البيدر جرون. فكان عندنا هون البيادر، وكان تحت في الزاوية الغربية الجنوبية كان أخرى بيادر. عادة في بيادر عامة، في بيادر لمحاصيل معينة، للشعير، للكمح، للكرسنة وهكذا. الآن كان لازم يكون في البيادر هون هذا مكون، البلاطة هاي مكون أساسي بالبيادر. تعرفوا ليه؟
لانه كان لوحه راس في حجار صوان. فمشان يصير احتكاك ويدرسوا القمح مزبوط بين الحجار اللي في النورج لوح الدراس وبين البلاط هذا. فهذا كان هنا المركز، دائما يكون مركز البيادر بلاط من هالنوع، هذا لازم يكون موجود في كل بيضة. هذه مقبرة خبيزي، طبعا مدعوين لقراءة الفاتحة على الأقل. إذا بتلاحظوا الصبر، هذا جدار الكرة، كان دائما جدار الكرة الفلسطينية، الحدود، كان حدود بين الأراضي، حدود بين يعني بين القرية وخارج القرية. وإذا بتلاحظوا في كل حدود راح تلقوا صبر، وطبعا معظم الكرة الفلسطينية راح تلقوا صبر. صبر من النوع هذا، مش من الأنواع اليوم الموجودة اللي بزرعوها بشكل مدجن. فهذه إذا كانت الحدود الشرقية للبلاد. عادة القرية كانت بتكون بطرف البلد، وعادة بجنبها الجامع، عادة أو الكنيسة اللي في القرى اللي كان فيها مسيحية، يعني صبرين كان فيها مسيحيين نفس الشيء. طبعا إذا بتلاحظوا الثروة هذه، هناك كان الجامع. الثروة في مجموعة من الشجر، يعني مجموعة شجرات دفنوه وطلعت عليه هاي الغارة من 70 سنة تقريبا. مين هذا الحج؟ حج عباس يبقى ابو امي. نعم سيدي ابو امي. ايش صار معه هون؟ توفى هون ودفناه، وطلعت الغاره هاي على الكبر، وبعدها موجوده لليوم 70 سنة، 75 سنة، كل سنه الغاره هاي تطلع. فتحت عليه؟ نعم فتحت. هنا يعني شواهد القبور هنا؟ هاي طبعا احدث طريق، احسن طريقه لازاله القبور هي انهم يخلوا بقر يرعى عليها. بتعرف البقر خفه كبير، فكل مره بضرب شاهد بخرب جزء منه، وكل مره شاهد بخرب جزء منه. على فكره ال 532 قريه المهجره معظم مقابرها مباحه ومراعي للابقار، معظمها، وقسم كبير منها كيبوتسات تابعه لهشوميرة سعيد يسار. يعني مش 75، بجوز بال46، 45 توفى، يعني بكيت 5 سنين 6 سنين. وانا واعي، انا واعي، انا بكى عندي حب الاطلاع. اوكي. انا بكى عندي اخو ابن عم اللي يجول المنطقه كلها، كل المنطقه لفوها. هسه بكيت انا وابن عمي من جيلي، بكينا نكلدهم. اوكي. كيف يلفوا نلف وراهم، يلفوا بالليل يلفوا بالنهار رغم انه صغار. وبكينا يعني احنا اثنين، الاولاد اثنين، بكينا نقول عباره عن روحين بجسد. بكوا يظلوا يقولوا اذا مات فيصل بموت مع طه، واذا مات طه بموت مع فيصل. راحت الايام وزتتنا وتفرقنا عن بعض، وبعد 21 سنه التكينا. وين؟ التكينا في جنين، لانه انا بكيت هون في اسرائيل وهو بكى في الضفه الغربيه، راح علم بالسعوديه، من السعوديه راح على سوريا ورجع على الاردن وهذا. والتكينا بجنين بعد 21 سنه، واول كلمه قال لي اياها، قال لي بهنيك يا فيصل. قلت له ليش بتهنيني؟ قال لي بكيت في ارض الوطن، وان متت بتموت في ارض الوطن، انت في ام الفحم بلدك الثاني بين اهلك. بس انا وين بدي اموت؟ في السعوديه، في سوريا، في الاردن. انت كنتوا المشكلجية تبع البلد مش يعني؟ مش مشكلجية، نكلد اخوتنا وين بروحوا وين بيجوا. هسه راحت الايام، بعد 5 سنين 6 سنين توفى. قال لي اماني بعنقك، اذا بتوفى بتجيب تراب من ارض خبيزي وبترش على قبري وين ما ابكى اذا بتقدر تصلني. فعلا توفى في الاردن، واندفن في حد مكان عبيدة بن الجراح في الاغوار. اخذت تراب، جيت اخذت كنيتين تراب من هون وطلعت على الجنازة ورشيت على قبره، وقلت قصيدي على قبره، وبكيت وانا واقف على القبر. انا اتخيل هون، بس اتخيل خبيزي والمناطق اللي بكينا الروح فيها، واحس انه هو بيحكي معي، يعني من شو اسمه، احس انه هو قاعد بيحكي معي واحنا ندفن فيه.
شو حكاية الفركزية؟ هسا أنا لما رش تراب قلت من تراب الوطن رشوا عكبري أمانة خبروا لي هالبلاد بدال الكبل ديروني على الغرب تشوف بلادنا وأهلي والأحباب يا نعشي طير وديني على البلاد وانزل بين أهلي والأحباب. هسا جبت العيون اللي عندنا كلها والمناطق اللي مشهورة قلت خليها بدي أرتي فيها، قلت عين الغربي وبكيلي عليهم يا نززات بلادنا هي للمدامع يا بير محمد خبر للمطلي يا بو حجوار بينا عمياتك من عين العرايس غسلوني ومن غصونك يا شجرة عين العسل كفنوني ومن الوادي الشمالي عطروني ومن يم الطحوني مروا بنعشي ومن أحجار اللحف وابنوا عكبري ومن غار بلادنا عكبري زرعولي. يعني لفيت البلد من العين الغربية بتلفيت حوالي 10 كيلو وجيت على الوادي الشمالي وجيت على اللحف، اللحف هذا اللي نعمل فيه المنصة بيفصل عن عين الغربية بتفصلهن الشارع المشو في خبيزي. وندفن في الغوار، ندفن في الغوار بالمقبرة تبع عبيدة الجراح، مقبرة البلد. نعم ومقبرة البلد حولوها لخراب. والله يا خال عاليوم بس لنأخذ درس. كيف يعني؟ يعني نغير بروسنا، نرجع لعاداتنا تقاليدنا لكل اشي مليح. يعني جايتنا اخرى اخرى نكبة اسهل من النكبات. زيكنا اسم مخيمات، كل يوم بيسمونا مخيم يا زلمة، كل يوم بحطونا مخيم. هاي المصايب. بس انت مخيم بأرضك، انت بأم الفحم. انا هون انا بحكي عن اللي برا، مش اهلي اللي برا واهلك واهله. مش احنا بتجمعنا كلمة فلسطين، فلسطين زهرة البلدان، فلسطين بتجمعنا. شو فرق بيني بين دير حنا وبين بين كفر ياسيف وبين بين عارة وبين بين أم الفحم؟ فيش فرق. شجرة الغار هاي شو حكايتها؟ قلت لي طلعت لحالها؟ ما هو عندنا احنا هون كله شجر غار. هون كله بطلع عندنا شجر غار، بس سبحان الله العظيم هاي طلعت على هالكبر وظلت على هالكبر وبنعرف الكبر في الشجرة هاي. شو كان اسمه جدك؟ الحج عباس صليط. يوم 12/5 حسب تقديرات القوة اللي دخلت خبيزة كان دخولها الساعة 10 الصبح، وطبعا جرى بعد ووجدت تقريبا بدون سكان. طبعا قبل معركة كفر قرع، معركة كفر قرع كانت 8/5/48، قبلها بيوم حصل هجوم على خبيزة من هذيك الجهة. مزبوط يا محمد؟ من هناك كان اطلاق نار من هذيك الجهة، من جهة البيت. نعم وجرى اطلاق نار على البيوت، هون ما كانش اصابات. لا لا هسا الارتل طبعا مشان هاولوا القضية كتبوا انه هيتا هتنقدوت عزاء، كانت مقاومة شديدة. هذا كان جايبين السلاح الجديد. نعم وردوا علينا. هذا الاشتباك هذا السبب في عندنا في الروايتين. هذا اهل خبيزه بيقولوا احنا ما حاربناش وقت السقوط، هذا صحيح. والقوات المهاجمه بيقولوا حصل معركه، بس المعركه اللي حصلت الاشتباك حصل تقريبا ساعه. مزبوط تقريبا ساعه. الاشتباك حصل قبل سقوط القريه بثمان ايام تسعة ايام. هاي البيوت اللي شايفينها كانت بيوت فخمه، جرى تفجيرها لهذا السبب. هذا الجرون اللي شايفينه بسبب التفجير، مباشرة بعد مغادرة الأهالي جرى تفجير البيوت المبنية من الحجر. وإذا بتلاحظوا إثبات للبيوت المبنية من الحجر، هناك عندنا حجر مدكوك، حجر مستتر، مش طين ودبش يعني، كان في بيوت. وهذا الجرون هو بسبب التفجير اللي حصل. وبعدين استعملوا خبيزة والكفرين، كفرين سقطت تقريبا 18/4 للتدريب في أماكن مأهولة، يعني يتدربوا كيف يفوتوا اماكن مأهوله. فتقريبا بعد تهجير السكان بشهر هاي القريه استعملت للتدريب في مناطق مأهوله.
اذا بتلاحظوا من ناحيه الموقع هون ببين قديش خبازي موقعها ممتاز. هذا البحر المتوسط كله قدامنا، كل الشاطئ الفلسطيني من حيفا لمنطقه نتانيا كله مبين هون. طبعا رمضان ابراهيم يوسف موسى مسعود سليط. انا بدي اقول لكم كلمه على ارض بلاد خبازه. الانحباك كثيرا والتاهب قريب للمساعده. لقد سئمنا من التوالي، لقد تفاقم الخلاف بيننا وبين اسرائيل. بدلا من فك البلايا ننسج المصائب. كفى، لن نستطيع الوجم والانتظار. كفى من التبرم والكلام، فلنبدا للدفاع عن حقوق كياننا خبازه. حقوقنا كثيره لكن ليست لدينا حريه. تقف اسرائيل امامنا حاجزا، لقد يعجز اليراع عن الكتابه من التوان الذي نحن به. سنحاول وننجح. اذ اسرائيل جاوزت حدودها نحن لا نستسلم، بل سنرتقي الى التراقي وسنقول بصوت مرتفع نجحنا. سنذهب أسرابا كالسكران نقف حاجزا منع أي يهودي للدخول. سنحاول حتى النجاح، وبعد الكلالي سنشعر بالنشوان. سنحمل علم فلسطين عائدين إلى أرضنا وبيوتنا ناجحين بإذن الله تعالى، ولن نباح لأي إنسان يريد الاحتلال للدخول. اسمي هاي محمود خبازان، راح أغني أغنية. موطني موطني لا لا لا. الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرقاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك هلا سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ سيمك تبلغ سيمك. موطني موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو يبيد. نستقي من الأداء ولن نكون للعدا كالعبيد كالعبيد. لا نريد لا نريد ذلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة، ذلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة. لا نريد بل نعيد مجدنا تلد مجدنا تلد. موطني موطني.